السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات أم آدم. اليوم إن شاء الله جيتكم بالوصفة الكيكة المول العجيب اللي عمرتها واحد الكريمة جد لذيذة وكتجي رائعة إن شاء الله. تجربوا الكيكة وتعجبكم، واللي أول مرة كيتشوفوا الفيديو مرحبا بكم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل الجديد إن شاء الله. وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو تشاركوه مع الأصدقاء والأحباب ديالكم، وما نطولش عليكم، فرجة ممتعة. نحتاجو في المقادير عندي هنايا جوج البيضات، عندي قبيصة د الملاح، نص كاس عنبة السكر سنيدة، نص كاس عنبة زيت المائدة، نص كاس عنبة العصر د البرتقال عصرته، عندي هنايا مش نحتاج شوية د الخل، عندي هنايا بشر برتقالة، عندي هنايا جوج معالق كبار د الكاكاو مر، عندي هنايا سكر الفاني 8 غرام، وعندي هنايا خميرة الحلوى من فئات 15 غرام، وعندي هنا الدقيق حسب الخليط. باش نبداو ان شاء الله. صافي دابا غنبداو ان شاء الله. غنبداو بالبيضة ديالنا، نزيدو السكر، مش نقربو كلش، صافي كنخلطو الخليط مزيان حتى كيبياطو هاد البيضات هايدا. دابا كنزيدو الزيت، ونعاود نخلط. صافي على هاد الشكل، نسيت ما عملتش لافاني ديالي، شي مشكل. دابا غنزيدو، غنزيد العصير د البرتقال ديالنا. دابا نغتنم الفرصة حيت الموسم بالبرتقال، كيعجبني انا نسم به ونستعملو في الحلويات وفي الكيكات، كيجي مزيون كيعطي واحد الطعم مزيون. غنعملو بشر برتقالة، نكتفي بالقدر. صافي ونعاود نخلط كلشي عاود. صافي ما نبالغوش في الطحين، ما نزيدو الزيت والعصير، يعني نخلطهم نشوفهم ندمجوا. صافي نوقفوا تخلط. دابا نستعمل غير الخلاط اليدوي. صافي دابا باش نزيد النواشف ديالي، باش نعمل الكاكاو مر، نزيد عليها الطحين. الطحين دائما خصكم تغربلوه، والكمية يعني تزيدو شوية بشوية، نتوما كتشوفوا الخليط ديالكم، يعني ما يكونش عندنا خليط ثقيل بزاف وما يكونش خفيف، يكون معتدل. صافي كنغرب لكل شيء هيدا. يعني دائما كنقول لكم نفس النصائح واللفت كنقولها لكم، مي هادوم يعني نصائح كتصلح، ضروري تتبعوها باش يجيكم الكيك ديالكم مزيان. صافي كنخلطو بالفويل، تقدروا تخلطوا بالخلاط الكهربائي، حق استعملوا الدرجة يعني ناقصة، ما تعليوش في درجة عالية د الباطو. صافي كنجمعو هايدا، نزيدو الكمية الثانية، وانا كنشوف دائما عيني ميزاني. باش نخلطها مزيان عاود، هايدا كيما كتشوفو، باش نزيد واحد شوية فقط. كيف سبق لي وقلت لكم في الكيكات اللي كنوجد، يعني الخليط ما خصوش تكون ثقيل بزاف باش ما تجيلكمش الكيكه ديالكم دقه ما يطيب، اولا
اللي عملته عاود الخليط خفيف بزاف، ما كتطلعش الكيكه، كتنزل لكم وكتجي خايبه. يعني خصها شي حاجه تكون معتدله، يعني ما ثقيله ما خفيفه على هذا النحو هذا. هيدا دابا باش نزيد شويه الخل. الخل كيما عرفتوا راه كاين فاشلنا الكيكه ديالنا، خليها منفوشه كتجي صافي. وغنخلطو مزيان حتى يندمج مع الخليط كامل. صافي هكذا، هكا تشوفوا يعني الخليط ماشي جاري وماشي ثقيل في نفس الوقت بزاف. صافي وهذا هو المول اللي غنستعمل انا، مول عجيب حق صغير، دهنتو بالزبده مزيان ودردرت عليه الطحين باش ما تلصقناش الكيكه ديالنا. بالنسبه لهذا المول ماشي قد هذا، هذا صغير عليه كما كتشوفوا. اذا اللي ما متوفرش على هذا وكان ماشي يعمل هذه الكيكه في هذا يعني يزيد في القياسات. انا سبق لي نزلت الفيديو السابق الكيكه د المول العجيف عملتها في هذا المول هذا، رجعوا لديك الفيديو هذاك وتشوفوا القياس ان شاء الله، حيت هذا كبير وهذا صغير. هذا حيت دعمنا فيه نفس القياس اللي عملت في هذا، مش طفيت لي الكيكه، عملت عين نص نص من الحاجه وجوج البيضات. هذا العكس، عملت كاس عنبه كامل من كل من الحاجه، والبيضات عملت ثلاثه البيضات، والطحين كيبقى حسب الخليط. هذا بالنسبه للقياسات باش ما تجربوا الوصفه يعني تخرج لكم مزيانه، ماشي هاد يعني هاد القياسات هذا ما خصكمش تعملوهم في القياس المول العجيب الكبير، هذا مختصر في هاد المول هذا حيت صغير. صافي دابا كنفرغوا الخليط ديالنا، دائما كنعليو يدنا الفوق باش كيدخلها الهواء وكتجي منفوشه. هاد الشكل وكنمشيها هكا صافي. غندخلها للفران اللي سبق لي سخنته على 160 درجه، اللي غيطيبها في الفران ديال الغاز يعني نقص لها تماما، يشعلها من تحت تيشوفها طابت ويشعلها شويه من الفوق باش تحمر ويخرجها. صافي دابا نمشي ندخل الكيكه ديالنا طيب ان شاء الله في الفران ونتلاقاو مع نحضروا الكريم ديالنا. الكيكه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل، كتجي هشيشه. دابا باش نقلبها صافي على هذا الشكل. دابا باش نخليها تبرد على ما نمشي نحضروا الكريمه ديالنا ان شاء الله. باش نحضروا الكريمه ديالنا اللي مش نحتاجوا فيها، عندي هنايا جوج كيسان عنبه ديال الحليب، كاس عنبه ديال عصير البرتقال، نص كاس عنبه السكر سنيده يعني السكر دائما حسب يعني على حسب الحلاوه اللي كتبغيو تزيدوا او نقصوا. هنا عندي جوج صفار ديال البيضات، عندي هنايا جوج معالق كبار ونصف ديال النشا، عندي هنايا بشر برتقاله، هنا عندي معلقه كبيره ديال الزبده اللي غنخليوها حتى الاخر غنضيفوها الكريمه ديالنا. وهنايا كاضافه اللي عنده هو هذاك اللي ما عندوش ماشي مشكل، عندي هنايا نكهه وملون ديال البرتقال، قلت لكم اللي ما عندوش ماشي مشكل ما يزيدوش للكريمه ديالنا. صافي دابا باش نخلط كلشي باش نزيد الصفار البيضه ديالي، باش نزيد عليهم السكر. نزيد العصير ديال البرتقال، نزيد الحليب، نزيد بشر البرتقال، دابا غنزيد النشا، نزيد
غنحرك مزيان. وما شرد كل شيء فوق البوطة. بالنسبة للنكهة البرتقال والزبدة حتى نشوفها بدات كتعقد لي الكريمة ديالي، عاد باش نزيدو في الاخر ان شاء الله. انا وضعتهم فوق النار، يعني تكون النار مهيلة ماشي مجهدة باش ما تلصق لنا شي ما تكورش دغيا الكريمة ديالنا، وضروري يعني يعني من استمرار التحريك باش ما تلصق لنا شي في القاع ديال الكاسرو. ثم كما كتشاهدوا هي بدات كتقل معايا الكريمه ديالي. غنزيد لها النكهه والملون بالبرتقال. غنزيد لها ديك الزبده باش نخلط مزيان. صافي وكنطفي عليها. نجيب الكيكه ديالي، هيا كما كتشوفوا الكريمه ديالي عاقده مزيان. باش نفرقها وهي سخونه، ضروري يعني تفرغوها في الكيكه وهي سخونه، سينو ما تجي لكم شي تعقد وما تجيش مزيانه على الوجه ديال الكيكه ديالنا. وكتجي لذيذة هاد الكريمة صدقوني مع فيها المذاق ديال اللتشي. وكما قلت لكم نغتنم الفرصة حيت هذا الموسم ديال اللتشي، نحضروا الكريمات والكيكات بالمذاق ديال اللتشي كيجيو مزيانين. هيدا صافي وكنخلي الكيكة ديالي حتى تبرد مزيان، بصح ندخلها للثلاجة باش تزيد تبرد منها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي بعد ما خليتها بردت مزيان. انا كنت عملتها في يعني في العشيه، خليتها باتت ليله كامله عاد زينتها. نتوما اذا مزروبين فيها يعني على الاقل خاصها تبقى في الثلاجه 4 ساعات باش كتعقد لها ديك الكريمه مزيان. صافي وانا ذوبت شويه شوكولات كحل وعملت لها خطوط بالشوكولات، وخديت ديك المولد البلاستيك وعملت ديك مونتيفه الوريدات كما كتشوفوا. يعني زواق بسيط وتقدر تزوقوها باش ما عجبكم حسب الاختيار. نشوفوها كيف جات من داخل. ها هي كتجي على هذا الشكل، هذا كيجي الكيك منفوش بزاف والكريمه رائعه روعه. انا متاكده 100% ان شاء الله الا جربتوها مش تعجبكم بزاف. الكريمه كتجي جد منعشه مع الكيك ديالنا، نكهناه بديك البشر بشر برتقال كيجي غزال، كيتواتاو بزاف مع بعضيتهم. صافي وبهذا الشكل هذا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. نضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقه اللي ماجه مع فيديو اخر ووصفه اخرى، ومع السلامه.